بمثابة المنتخب الألماني ولا بمنتخب الإيطالي. سويسرا ما عندهاش تقاليد في كرة القدم. ليس كاين 11 لاعب ضد 11 لاعب، كونوا عقلانيين حتى في كلامكم شوية. احنا اليوم معنا هنا باش يعني السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. والان باش تسمع معنا صحفي يعتبر من صحافة لار، وهو يتكلم على المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. صراحة الناس هادو أمرهم غريب. المدرب مازال ما بداش يعمل، المدرب مازال ما بداش يخدم مع المنتخب الجزائري، والناس تتهجم على هذا المدرب والناس تنتقد هذا المدرب. صراحة أمر غريب جدا. المدرب هذا حاليا أنا كمناصر جزائري شفنا إحصائياته، شفنا أرقامه، قلناها وعودناها، ليس بالمدرب الكبير وليس بالمدرب الصغير، مدرب متوسط ومتواضع جدا. يعني باش ما ننفخوش بزاف وما نقلوش من قيمته بزاف، ولكن انك تحكم عليه انه مدرب ضعيف، مدرب سيء، مدرب ما راحش ينجح مع الجزائر، هذا امر غير عقلاني تماما. نخلوه يبدا يعمل ويبدا يخدم، اذا نجح نقول له راك نجحت ويعطيك الصحه، اذا فشل راح يبان ونقول له راك فشل وما راكش قد المسؤوليه في المنتخب الجزائري. يعني خليه يبدا ومن بعد نتكلموا. كان الوقت الكافي الزين، ربما الفيدراليه فكرت بهذه الطريقه، ولكن الوقت الكافي سندخل غمار دوره وديه خلال مارس، وايضا سندخل غمار منافسه تصفيه كاس العالم استئناف المنافسه. لما لكي تنور الراي العام ولكي تنور المشاهد الكريم لازم نتكلم على يعني السيره الذاتيه لهذا المدرب. لما نتكلم على السيره الذاتيه لهذا المدرب، تقريبا ما عاد كاس ايطاليا مع لازيو روما في 2013 ما عنده حتى لقب. يعني عنده تقريبا مشى الى الدور الثاني من كاس العالم مع حقق نتائج جيدة مع سويسرا، النتائج جيدة انت تقولها، يعني وتأهل الى الدور الثاني، وحسب الصحافة السويسرية يعد افضل مدرب مرة على المنتخب السويسري. شوف كما سمعتوا معنا هنا كلامه، يعني صراحة الصحافي هذا يركز على احصائيات المدرب، المدرب واحصائياته، المدرب وارقامه. صحيح انه احصائياته وارقامه لم يحقق اي نتيجه، لم يحقق اي بطوله او اي لقب، فقط مع نادي لاتزيو الايطالي في 2013 اللي قدموا موسم رائع وموسم جيد. لاتزيو كانوا يلعبوا هذاك الموسم بطريقه جميله ورائعه جدا، كانوا يلعبوا كره ولا اروع. مع من؟ مع فلاديمير بيتكوفيتش، مع منتخب سويسرا. أهل منتخب سويسرا مرتين إلى كأس العالم ومرتين إلى الدور الثاني. هذا أمر مهم وأمر جيد جدا اللي لازم نركزوا فيه، أنه هناك إيجابيات. وكان الناس يقول لك مع نادي بوردو هو اللي سقطهم للدرجة الثانية. مع نادي بوردو كانت هناك مشاكل مالية، بوردو ما كانوش فيها لاعبين كبار، يعني ما هوش هو المدرب باش يدخل يلعب ويدير كل الادوار. يعني اذا فشل المدرب يعني هناك اسباب كلها اللي هي خلات المدرب هذا ما ينجحش مع نادي بوردو، اللي هو بوردو ليومنا هذا ما زالوا يتخبطوا في مشاكل كارثيه جدا. الاخ حسام، انا لما نسمعك انت تتكلم كان المنتخب السويسري بمثابه المنتخب الالماني ولا بمنتخب الايطالي. سويسرا ما عندهاش تقاليد في كره القدم، ليس بالمنتخب الكبير ولا قلب البلد الذي يعشق كره القدم كما بقيه البلدان الاخرى في اوروبا ولا في افريقيا. شوف كي تسمع هذا الصحفي كيفاش يتكلم انه سويسرا ليست هي كذا وكذا وكذا وكذا، يعني كأننا نحن الجزائر البرازيل ولا الأرجنتين ولا الألمان ولا هولندا. يدك ربي، احنا خسرنا مع منتخبات أقل من ضعيفة ما عندهاش اسم في إفريقيا. هذا الكبر وهذا التكبر وهذا الخلاص انه حاطين المنتخب في مكانة لا يوصف بها. ادينا كأس إفريقيا 2019، كنا جيدين، كنا ملاح، كنا في القمة، ولكن المنتخب الجزائري راحوا بدايها بالتدريجيا تدريجيا تدريجيا حتى للقاع. يعني لازم حاليا نحطوا رجلينا يبردوا في الماء ونخدموا على رواحنا، لأن الكرة في إفريقيا تتطور. كي يتكلم هو على المنتخب السويسري، منتخب سويسرا منتخب محترم،
يعني كتسمع كلامه ويقول هذه الهضرة تاع إنسان مجنون صراحة لا علاقة له بكرة القدم. صحيح أنه ممكن السويسريين كبلد ما همش الناس من عشاق كرة القدم، لأنه الناس مع لبنان مش بكرة القدم، ناس عايشين في بذخ وأموال كبيرة ورفاهية كبيرة، والكرة القدم تاع ناس الفقراء والبساطة والأحياء الشعبية. سويسرا ما عندهمش هذا الكلام نهائيا، ولكن كمنتخب منتخب بلدهم جيد، يلعبوا كرة جيدة. وما تنساش أنه سويسرا في تصفياتها أو في كأس أوروبا مع من تلعب؟ راهي تلعب مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، يعني مع منتخبات عريقة وكبيرة جدا. وهنا الجزائر مع شكون نلعبوا؟ مع سيراليون، مع غينيا، مع الموزمبيق، مع الكاميرون، مع السنغال. عندك 5 أو 6 اليوم كبار، والباقي نقدر نقوله منتخبات عادية. حتى المنتخبات اللي نقول عليها عادية وصغيرة في إفريقيا اليوم لم تصبح صغيرة، وكأس إفريقيا الأخيرة اللي شفناها تغيرت كل الأمور. وكي يقولك أنه هذا المدرب ما عندوش ألقاب، شوفوا كأس إفريقيا الأخيرة أيضا، أنه مدرب اللي جابته كوت ديفوار وكمل معهم المشوار وتوج معهم بكأس إفريقيا، هذا المدرب لم يكن مدرب من قبل، كان مساعدا، جابوه حطوه داروا فيه الثقة، عمل لخدم، جاب كأس إفريقيا. يعني وش تبين لك هنا؟ يعني ما كانش حاجة مستحيلة، والراجل هذا خليه يخدم، ومن بعد انتقدوه ومن بعد تكلموا عليه كما حبيتوا. لأنه من الآن كصحافة العار حابين تدخلونا في فوضى وتدخلونا في مشاكل كبيرة جدا. نفس الشيء الأخ حسام، ما تقدرش اليوم تقارن سويسرا بالجزائر. شغف الجزائريين بكرة القدم والكرة الجزائرية من أنا يعني أكثر بكثير من السويسريين. يعني شغف الجزائريين بالكرة أكثر من السويسريين، هذا أمر عارفينه، أنه الجزائريين يعشقوا الكرة ويحبوا الكرة، ولكن الشعب الجزائري ما هو راح كامل 50 مليون يدخلون يلعبوا بالون في الماتش، كاين 11 لاعب ضد 11 لاعب، كونوا عقلانيين حتى في كلامكم شويه. احنا اليوم معنا انا باش يعني اوني با لا بور بورتي جوجمو على هذا المدرب، احنا نقولوا ان يعني هذا المدرب اختيار من طرف الفيدراليه، نتمنوا ان ينجح مع المنتخب الوطني، لان احنا هذا ما نتمنوا للمنتخب الوطني. هذا الكلام مليح، كنت قادر انك تهضروا من قبيله، أنه نتمنى الخير للمنتخب الجزائري ونتمنى النجاح لهذا المدرب مع المنتخب الجزائري. هذا كلام مليح وعقلاني، ولكن من قبيلة وانت داخل في حيط، وانت داخل في حيط. هذا المدرب مازال ما بداش يخدم، خليه يخدم، تكلموا وحده وحده. مارس راهو قريب ما راهوش بعيد، هناك دورة مارس، في دورة مارس عندنا 2 مباراتين وديتين، راح نشوفوا مستوى هذا المدرب تكتيكيا، وش يقدر يدير في تغييراته، في استدعاء للاعبين، شكون راح يجيب، شكون راح ينحي، كل هذه الامور راح نشوفوها من بعد. راح نشوفوا تصفيه كاس افريقيا، راح نشوفوا تصفيه كاس العالم، ومن بعد نقدروا نبداو نحكموا على المدرب. ولكن انك تبدا تحكم على المدرب هو مازال ما خدمش، انا ضد هذا العقليه صراحه. كاحصائيات تكلمنا عليها، كارقام قلناها، ولكن مش الاحصائيات والارقام هي كل شيء. وهذا الامر كرة القدم دائما تبرهن أنه الإحصائيات شيء وأرضية الميدان شيء مختلف تماما. كم من منتخب كنا نشوفوه على الورق أنه هذا المنتخب راح نفوزوا عليه، ولكن من بعد نتفاجئوا أنه هذا المنتخب هو اللي نخسره ضده وهو اللي يقصينا، مثل ما صار ضد منتخب موريتانيا. على كل حال هذه هي كرة القدم. تحية لكم كبيرة، وتحية احترام لكل الجزائريين، وتحية الجزائر وكل أبناء الجزائر.